يقول لسه كل معكم دريكو and welcome to the gaming show by دريكو على موزايكا فيم. مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي الوان في وان ربريك. كل مرة نجيبوا فيها ضيف ممثل ولا كوميديا ولا يوتيوبر ولا فنان كبير وكبير جدا. أنا اليوم فرحان برشا ladies and gentlemen make some noise cinema. واتساب واتساب ليك وحشه ليك وحشه كبيره جدا. خبرت في استوديو قعدت حاضر في مزيكا جديده قصت مع روحي خممت في ديفلوبمون جديد. استناو في حاجه جد. رعب فما مش رعب حاجه تشي اوكي ايام بزيد تشي. اخر مره عندنا قديش عام وعام يظهر لي فما انا شويت هذه انت اي ما امال هذيك وقتها باش نكونوا واضحين فيفا فاندو ولا فاندو اي والحقيقه ظهرت لي معناتها باش نكونوا واقعيين معناها ما شاء الله تظهر اليوم مره اخرى ونعطي مجهودي هذه فيفا 24 باش نلعبوا ادوميسيل تو يتم هو على ذكر الادوميسيل. شنو رايك في اللي كنت ترى فيه؟ مانيفيك الراف وين يغزر يحكي لي حكايه راهو زيد فنان خلي تابلو عنده تابلو ما نعرفش كان يتراه من بعد الكاميرا فيه برشا مانيتات معلقين. انا بالنسبه لي تابلو ارتستيك ماهوش جوست بلاصه معناتها تاع حد فيها المانيتات. الراف في طفوله كامله تتعدى غاديك من المانيت نتاع السوبر نينتندو نينتندو الجيم كيوب الدريم كاست الميجا درايف البلاي ستيشن بلاي اوت والسوبر نينتندو معناتها حاطط لي مانيت تاع الكونسول ريترو كل حاجه ريتو كاسيت الجيم بوي هذوك كي راهم ملونين. قبل كنت صغير راه الكاسيت هكاك ملونه وانا قلبي يدق عليه خاطر فيلينغ دوبامين كي تراها هكاك سوبر ماريو ولا اي حكايه كي انا اليوم باش نخرج الجيمر اللي فيك. العباد اللي ما تعرفش يسلم هاف يلعب فيفا بالكدا وعنده معلي جو فيديو كان يلعب فيفا بالكدا وينجم يرجع يلعب فيفا بالكدا يخليه انترفال ليه مخاطر شوف اللي يلعب فيفا مليح البريود هذايا ما ترى ما سجلش برشا موزيكا انا تلهيت بالموزيكا وتو نرجعوا لها الفيفا اي وي مبروك الكليب جديد عجبني برشا ميرسي عايش عطاني فايب نتاع فيلم اسمه ماد ماكس اللي جديد نحكيو اكثر على الكليب بعد ما نعطيك البوتو لون. انا واحد من الناس عمل لبس ما نستحقش فورماسيون قبل ما يبدا البارتي عمل فورماسيون ودخل جواريت وخلي كت كت دو ليه قد جنابري وحده مسكين صغير هكاك في الاتاك خاف انا نزلت اكس وتعديت معناها نورمال معناها انا واحد من الناس ما نستحقش فورماسيون ولكن نخليو المواطنين يشوفوا لعب نظيف يحب يماركي شبيهم زلقوا طاحوا الكل سي بون سي بون خليو المواطنين والمشاهدين يستمتعوا يلاقوا طرح نظيف وي كان فما بونتويت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش خليك ماركي انا باش نعملو ماكسيموم باش نحاول ننتقم وديجا البارح دورتموند باريس طرح نار باهي فكينا بارامون نقف في الصعوبات مانيش قاعد نفك مليح فكيت هاي باهي واسمع سي شنو هذيك فزعيكة زايدة مش في وقتها مش في بلاصتها واسمع يا سيدي والله ساعة شباب اللي قاعدين يتفرجوا فينا حطوا لنا في لي كومونتير بايرن ولا بي اس جي ساعة هذايا انا واحد من الناس كنت نتبع فوتبول نحب برشلونة خاطر كان فيها ميسي انا ماكش جماعة هذوك ما عرفت جوار بدل ولا لا تاك ليه ليه والحارس لا عاد شنو هي توا هذايا ما تتماركاش هكا جول قوة جول شنو جول على راحته جواري مال سي مشينا نزمرو لا 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 سي زعما لا بس تعرف واضح عرفت كيف الاتاك تعطيها هكا بشيخ في الدنيا تلمون طيب تحريك ما حسيتهاش رياليست ماكسيموم معناتها انا عندي شويه فما تزحليقه صغيره تزحليقه اما فما افونسمون كبير تعرف في لي جو فيديو اون جينيرال هاي بروموشن يقول لي هاي هاي اذا بونت زلقت طاح اما القوة في البريك الون في وان في ذا جيمنج شو هو انه لازمك تجاوبني على الاسئلة ويكون فما حوار وانت تحاول تمركي في نفس الوقت النجم عندي الكاليتي انا يعني مالتي تاسكينج جاوب بيه نورمالمون احكي لي شوية على كواليس كل شيء من فرصة دوما يزرني تقنزح يزرني نتيجة قنزحة شنو هما هذوما اللي كانوا وين شاتو وين الفرص حتى نايس نايس والله اسمع عليه في بيان والله هاي شنو السؤال تاع قبل حبيت نعرف كواليس الكليب الاخراني نتاعك برجولي عطاني فايبس ياسر نتاع ماد ماكس فيلم ماد ماكس عشان كنت فرستيه
اي و... ممكن و... والهدف كلينا بونتو مع الماد ماكس كلينا بونتو مع الماد ماكس واحد يقول لي باش ينتقم من المره ذي باش يرجع باش يرجع ربحوا المره ذي اوكي احكي لنا شو على الكواليتيز برجوليا جيترو اللي الكواليتي اول حاجه الساعه بين الحق تعرف فيلم ميكر ولا معناتها كانتنت كريتر معناتها اول حاجه راها كاليتي ديماج هي اول امبريسيون بعد يبدا تبدا الاغنيه وتبدا القصه وراء الاغنيه والانسبيراسيون الى نحاولوا برغم البيدجي معناتها ديما نعطيو قيمه للكاليتي الاقصى ما يمكن في سوا صوت ولا في الصوره بيان سور برافو للمندي مولا اللي هو اللي يخدم الكليب رياليزاتور واللي معايا في الكليب وبيان سور بقيت الكليب الكل صورناه في وين يظهر لا 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 يظهر في الجنوب ما هو يظهر ياسر جنوب سحرة سحرة أنا قلت هذه اثنين دوز فما شكون قارنوا باد ماكس فما شكون قارنوا فرصة فرصة بوان بيس بالزهر وقت لبست أنا برطلة ومريول أحمر غامق عطات وان بيس ما كانتش من الأول مقصودة من بعد حلبنا بها عجبتنا أما جميلة تقعد ريفيرا وصحلوها يس كهو ولا سينو نحضروا في موسيقى جديدة في ألبوم جديد ديديكاس زيدا الدبل دي معانا اللي تبركال عليهم أبدعوا عندهم برشا موسيقى مزيانة مزيت مخرجتش مش نحاول نكونوا أسرع بينسير في الانتاج وكل شيء ومش نخرجوا برشا غنيات زيدا بيرسونيل وفيهم عمق واحدة من غير كليبات معناتها جوست فيزيوال سامبل علاش باش نجمو نكونوا معناتها اسرع في الانتاج نتاعهم ومش يقعدوا العباد يستناو وخاطر بتينا برشا مرات عليهم معناها هذه المشكله اللي عندنا نعانيو فيها ليه رغبتنا حتى نحنا زاد علاش خاطر عندي غنيات نحسهم ويعجبوني وماذا بيا معناها كان بارتاجيهم على العباد يعطوني رايهم فيهم ومعناتها بالنسبه لي انا معناتها غنيات محليهم وماذا بيا يخرجوا معناتها ما يقعدوش هكاك شطحة فورتنايت هاي وقتش الراو ديزون كليب وإلا غنية كاملة أورينتد للتشايلدهود متاعك للجيم بوي كما كنت تحكي للمعرش نتصور حاجة يقول لي سألتوا لي سؤال ذي المرة اللي فاتت وقلت لك وإن شاء الله نعملوه بيانتو واحد عمي هاي الحكاية دي ما نخمم فيها زادا يلزمها في الأخر تويتي وتو نعملوها ديجا عندك لوكيشن مزيانه ياسر هنا الجنة نتاع اي جيمر الفاراجي نتاع الجيمر هوني تستناو كليب في المافله هنا كان تحت في غنيه بالحق في النيفو وتتحس مليح وصحيحه اي نايس مازلنا مو في ميتون لو مازلنا نرجع ترى مازلنا نركز لك لازم نركز لك تكلمنيش بالكلام فعلا كل واحد ترح قدمني في الجولة ونتقبح أمل خلنا في القباحة معنا أمل بيه كاويز والله شو تمرك كاويز شوي للضر شوي للضر ترى بالاختر بيه بيه ما هو لازم هكا الاستفزاز المنافس هاي 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 ريك هاي قصة مالات ليه انت زيت على برشة ما زيتش هاي ها ترى هاي تراجعت تراجعت سيبون اوكي اوفر كنترول اوكي سيبون خليك كنترول يس بيعرفت كل المونيت ما تخدمش لا هاي سيبا هذا ما شكيتش انا قلت جسمي تخدم في كم نلعب مش باش نقول هذيك علاش تماركيلي وواحد بشيء ودراكو يتقدم على سينما في هدف ألعب صوت لازمنا نرجع في الطرح عدنا حطونا في الكومنتير شباب هل أنت أو أنت تيم سينما أو تيم دراكو يعني بايرن وإلا بي اس جي ان ساشون لا فورماسيون لحد شيء راو ونعم سنفوز نعم والهدف لا مازال مرسال مازال فما امل في الطرح مازال سنه في الميتون بديت الميتون لو تفرش بيز لق ليه فرص بكل نظافه وسهوله واناقه تنظيف اسمع عدل الفرق اي تقول انت فرحان ديجا لي ماركيت بونتو ماركيت بونتو شرف والله كلمه تحشك من غير هذا كاين ساش تنظيف مش عاود وصلوا موش شنو عملوا لي شكل فرحوا بينا اللي هين بالمونتاج التقنيين نشكر التقنيين الكل مش مستانس بالواحد انا والله ايواش ليه عاد نتبوهم نورمالمون
تصير برا هيك عندك ديفونس ولا واقف مليح ما نعرفش اللي تبدل اما بوزيسيون مو احسن ما سيرمون في ستيريت الكوتش التعليمات اللي تفرش بركلة معناتها بوزيسيون مو خير جوار تحبوا يربحوا وشويه لا والله تشبيه هذا اسمعني تيران مبلول قرصت معناها ما لا تؤخذهم ليه عاد عطات لي في مفتاح كرنير جاهلوه مسكين بالضوء الاخضر كي محمد صالح سي مبابي خاطر مبابي يرمي في الازير صفر صفر مش بد خطاها كيك مبابي يلعب في البلاي صح شو ما احسن لي جو لعبتهم وانت صغير على الجيم بوي زلدا فما ماريو الاولى بيان سور تتريس تقعد ديما هذيك الباز ما تتنساش فما عملها فينا بتدريس فما جو استنى وقتها بيبي في جزيره هذاك ايلاند نسيت اسمها والله 1 في 1 ايلاند لحظه قلك لحظه المركب قلك الايلاند شنو هي؟ شيء مؤلم قاعد يصير احداث مؤلمه قاعده تصير الله غالب كان خسرنا الطرح ما يسالش لعبنا مليح شرفنا الجماهير اللي ضيعت ماركيلو اللي ضيعت ماركيلو صار اللي صار مبابي كمل لازير مخبي تحت بونتو مبابي عملهم الكل لازير وواحد كان بونتو جميل جدا نرجع للسينما هاف الجيمر اللي كان يلعب بالجيم بوي وصغير سوبر مترويد زاد ذكرت على الجيم كيوب لعبت على الجيم بوي ديجا حسب ما نذكر بوكيمون لعبتيش بوكيمون ما الله غالب وصمت عار انا ما عليه وصمت عار ما لعبتش بوكيمون في صغري جيت شويه روتار ممكن بوكيمون على عمري وقتها اما اول لعبت تلعب انا والناس البريود اللي كنت مغلوب بالجيمنج كان دونكي كونغ ضاربه يوشي ايلاند ف بعد جيت ميتال جير سوليد هبلتنا الكل سبلينتر سيل هذوما الجوات معناتها اللي شخنا عليهم على ليبوك بلودي رور ستريت فايتر بيان سور زلدا بيان سور تيرز اوف ذا كينجدم الاخر ما لعبتهاش على مالوريزمون انا هذاك قلت لك نهار باش نخرج روتريت انا دبرتها كان عيني قاعدوا صحاح سافا شيخه جوات ذا لاست اوف اس دو انشارتد بالك شي توم برايدر لازم نعطيها حظ عندي شوا باش نشوف بون جود اوف فورز لعبت شويه ماركيلي شويه جود فور عالمية جود فور بيان سور كيف جود فور لازمك بالرسمي حاجة تجربها فما جو نتمنى كان زاد يرسكلوه ويخرجوا منه جديد توا خاطر نقصوا برشا جوات التيب هذاك دوبل دراجون جوات بيت ذا مول اون جينيرال ما عادش موجودين برشا ديفيل ماي كراي الحاجة راهو قاعدة تغيث فيا في لي جو فيديو توا ما نسيتش نحكي شوية نيجاتيف قدام الجيمرز باهي جوات توا برجولية يزي من الزومبيات أولا ومن الفومبيرات ومن لازير اللي يشعل راهو فن راهو كي تقول انسان فانتازي مش لازم طول يمشي للدراغون ينجم راهو يكون فانتازي يصنع حاجات جدد معناها افكار جدد ينجم زاد يمشي للرياليست وبيت ذا مول ماذا بيه بونيه طلاطيخ نتاع الشارع معناها يبدا حاوس سكاكن ودغران وعصي مش لازم سيف يشعل باللازير وعدلنا بيان سور وحياه حلوه كنت تكلاشي في ستار وورز ها ليه ستار وورز جابوا اللغه وفي فازتهم اما يلزمش من بعد كيما في الموسيقى راهو توا صحيح فما برشا يعني في موسيقى ما راهو مش اللي يغني مليح معناتها بالنسبه لي انا ارتيست ولا بالنسبه للبعض الاخرين كي تبدا كوبي ديجا 100% معاود كل شيء من ترافيس سكوت كوبي نتاع ترافيس سكوت ولا نتاع يونغ ثوغ ولا كوبي نتاع اي ارتيست اخر 100% حتى الكوب نتاع شعره نتاع حركاته اوكي يعمل روحه هكا كونكوا نتايش باللين وبالواح نعرفوها كي عملها ترافيس سكوت معناها عملها صحيح صحيحة وباهي ميم سي فما انسبيراسيون من كيت كادي اي او شو عليك نابونت اما
ديجا هذاك ريفيرونس وما خذاش كيما هو 100% سي تانسبيري منه مي زاد الى ديفلوبي البيرسوناج نتاعو كيف كيف بالنسبه لل جو فيديو شويه لي جو فيديو اللي قاعدوا معناها مش يقلدوا في كول اوف ديوتي ولا يقلدوا في سوبر ماريو ولا يقلدوا في توم برايدر ولا ما يقلدوا في ريفيرونس ضرب ولا جي تي اي في الاوبن وورلد ولا استنى في جي تي اي 6 ان شاء الله نقعدوا عايشين 2025 تفرجت في شنو تفرجت لطف 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 حاجه نعيش ماذا نمشي نحاول نجيب نبدا نبرنك فهمني نقول اوكي يا نخرج نتمشى هوني في الحومه ولا نخرج نتمشى في جي تي اي ما تعرفش فما فيتشرز كانوا باش يكونوا موجودين في لعبه شويه لجدناك الثالث موجودين عرفت كلمه هو انه كان يقال انه الطقس اللي كان باش يكون في الدنيا هو بيدو شنو هي هذيك فازا لا فازا ضاعت 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 باهي طرح الدوزيمي تومبي يعني ريت تو مثلا انت تو في الدنيا انت تصب كي تحل لعبه جي تي اي وتطلع وليد سنكرونيزي ويقال ان العمله اللي تنجم تتعامل بها في لعبه جي تي اي 6 هي الكريبتو كرنسي البيتكوين العمله الرقميه تولي الحام وتولي الامور تولي البيعات تعدى من الكريبتو مثلا حكايه تولي من الجو فيديو تولي حاجه اخرى وانه باش يكون فما سيء ليه امبوسيبل هذه ضيعتها فرحت انا ما بنت في هذا السلام اي فك علينا من جد هكا كونسوليت هذا من الكل وضيع هذا اسمع انا فيفا 24 كنت نلعب في الفندو هذا اول طرح عندي فيفا 2024 مع سلمى فاوكا والله اول طرح فيفا 24 بكشي تسيس فيه يا ولدي بديت نهلوس ما تسيسنيش لا لعبت انا وميغال وطرحوا فيه قد ايه 14/8 طرح هون حاسينه مش فوق اه يا تعمل شنو هذه ليه عاد فنذير فنذير بدخامه رجعنا في الطرح نزيد له ريتو ثانيه ما بنو اي يعني انا وقف في البلاصه الصحيحه توزعك تزيد لي في بلاصتها في وقت باهي كل شيء منظم كل شيء مخدوم اسمع لازمني نركز لك برجولي هذه 3-2 الطرح الثاني نورمال هذا الانتقام مش نورمال هو الانتقام شو اللي يبقى له مويز مرة في العام تجيب له البركة يخسر ترايح بين حاله نشد رويحنا 85 دقيقة لاب حال نضيع وقت انا باش ما لا لا شوف يلعب خلينا نهبلك اه اوكي شغلنا الريسك ليه شباب توخر بيهم كل ديفونس لا تنشوفوا ما في بالك ليونيل ميسي ليونيل ميسي شري تيم اي سبورتس مع سواريز حلوا فريق تعريضات الكترونية وقال لك هذاك هو المستقبل ميسي اوكي آه، كريستيانو رونالدو انفستا مونتون بقيمته 40 مليون دولار للعبه باش تكون منافسه للفيفا وللفوتبول هي اكس برو شنو تعليقاتك كريستيانو ميسي نحكي واللي الثروه نتاعها معناتها كبيره جدا مش يقعد معناتها ينفستيلك في جيم انا نعرف الجيمينغ معناتها فيه مستقبل واضح معناتها اللي هو كبير وبذا بينا معناتها جو كونكورون بشكل تقعد ديما فما يقعد ديما فما تحسن وايفوليسيون خاطر فيفا كوميم عدت بيريود وهي تعاود لنا معناتها اي سبورتس عدت بيريود وهي تعاود لنا في نفس الفول ما جوست تبدل لك كل مره شوي بريسك مود ما عادش معناتها عام جديد ولا ابديت جديده بدل لك شوي جوالات شوي بون فما تحسن خفيف اي اما جو بونس يوليو نجم يحاولوا يتحسنوا اكثر كي يبدا فما كونكورونس و و بيان سور لي دو ريفيرونس ميسي ورونالدو حتى كان الجيل جيمنج ما عندوش مستقبل كبير بهم هما يولي فما مستقبل اكبر نايس ربحنا طرح كلك بكل برد الدم استنى ليتس سيلبريت صاحبي سيلبريت ليتس سيلبريت شويني تعرف شكون واحد افلام شنو هذا لو كان جي سيلم هاف بيرسوناج تاع جو فيديو سؤال باهي اشترى روحك سبايدر مان لا 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 ماني سوبر هيرو انا تعبت منهم سوبر هيرو سي جي تاع سبايدر مان سبايدر مان كان يعجبني قبل برشا وباتمان بيان سور سوبر مان كل اي اما باتمان ما نعرفش شنو صار لي ما تو ما عادش نلوج على سوبر هيرو بالعكس نحب نلوج على واحد كمتوازن كحقاني يوري لي ديفو فما ريد ريدمبشن 2 جو طاير على الاخر ما غمقتش معاه بالبدا البيرسوناج ممكن سوبر ماريو لويجي خاوي برشا اي حتى انا خاوي بالبدا واخضر لويجي ويتيني اي باهي لويجي لا تفرجت في فيلم سوبر ماريو اي تفرجت فيه عجبني برشا
عجبني 3 دي تاورت و باهي باهي. اما مالو روزمون تعرف شكون ماخذ نوت اكثر منه وبرشا عباد راهو والحارس تفيق على الكل. فيلم باربي خاطر هبطت معاه في نفس البيريود بريسك برشا خلو باربي خير ما عجبتنيش برجولي مع فيلم اوبنهايمر باربي باربي ما عجبنيش الحقيقه بوم مش ما تخاف فرش فيه فرش فيه مش نتفرج مادام عمل لها امباكت دونك باهي اني يعني نمشي نتفرج فيه زاد علاش لا اي بوم ديماغوجيك شوي النظره معش ما نحسها مازال باش تتطور النظره هذيك في الانسانيه معناتها بكري ياسر على النظره هذيك جوست لونسمون تاع كوميرسيال نتاع باربي ويحبوا يبيعوا بيان سور سانو بيش عمل بوز يلعبوا بالووك عمل بوز مش عمل بوز ردوه يعمل بوز كي تحط انت باك وصحيح هكاك وتدهن ديار وتعمل الدنيا كل بيان سور يعمل بوز اي حاجه تعمل باربي فما شكون ما يعرفش باربي شوف بنعش بالنسبه للعباد يمكن حاجه مختلفه حكايه البوز والاعداد بالنسبه لي انا مش هذيك الحاجه اللي نعطيها فالور عندي معناها تقييم نتاعي معناتها نجم نقيم انا نوفر كيفاش معناها كسوسوا فيلم ولا ولا معناتها انترافاي ارتستيك فهمني ولا موسيقى ولا اللي هو بالنسبه لي انا معناتها بيان سور خدمه هوليووديان وعملاقه وكل شيء مي مي ماهيش اقوى من ذا بورسويت اوف هابينس مثلا هاي هاي فما زاد 7 ولا بنجامين بوتن ولا ذوكم ولا 30 years later ولا يعجبوني ولا كفانا ناوم اللي هو مش هوليوودي هوليوودي مي طيارة ياسر زادة فما 7 pounds تاع ويل سميث تعرف طيارة طيارة على الاخر yes. افلام افنجرز هذوكم برجولية زادة ماكش فان مارفل فريمون كنت مغلوم برشا بمارفل سورتو بيريود الميجا درايف كي كانوا ضاربين اه توا لا تفرجت بس في الاند جيم بارت 1 وبارت 2 حاجه رهيبه امور في فيكس وتروديه عاده بيان سور ما عادش تفرق ما بين حاجه نحكي... ليه ما عادش نحكي على الكوتي تكنيك راه الكوتي تكنيك حتى بارابور قبل ما متفاهمين فيه وبالواضح معناها كسوسوا الجرافيزم معناتها ولا ال 3 دي كيفاش مخدومه وكل شيء فهمني والبيدجي اللي تحط كل شيء اي اما الانوفاسيون اللي بها الفايده نحسها انوفاسيون زاده مهمه في لي جو ماتش كيف قبل ماتش يخرجوا اسي دو دوبامين نخليك فكري قلت لي دوبامين مش نورمال توا كي نلعب جو زاد كي خرجت ما نعرفش جو الناس كل اكسايتد عليها وكل مانيش نحس في نفس المتعه اللي لعبت بها انشارتد قبل ولا ريزيدنت ايفل ولا غيره بار اكزومبل اي حلو حلو ضيف مدخل لا اي لا اولا كثروا لي جو فيديو انواع واشكال ميم سي فما دي كوبي دونك لي جو فيديو الباهين واللي فيهم الاحساس هذاك سيرمون راهم قاعدين يخرجوا مي قاعدين يغرقوا في وسط اون ماري نتاع بحر نتاع جو 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 فيديو اخرين معناها اندستريالزي شبوا لبعضهم من غير روح معناتها لازم تلقى الجو اللي بالحق يعملك جو يعني تلوج ومش كثروا برشا كبي تو وين وكا العب المهم هاك اربح ولا اخسر وكا من غير احساس يوشي ايلاند كنت نحس عليها معناتها فما قصه فما فيلينغ نتاع فما انوفاسيون معناها فما انوفاسيون يشوي فيا تروح ديمو هذايا تروح لوفيسيال شويه هذايا تروح حميكا تروح حميكا حكيت بكري قلت سيلم هاف ان شاء الله عنده برشا معناتها دي جو باش يلعبهم بعد ما يرثرت بار كونتر بعد ما ترثرت من الموسيقى فوالا هل انه نجموا نراو سيلم هاف از ستريمر تاع جو فيديو بيكي ستريمي نيمار ستريمي فكرة باهية هاي فكرة باهية تحل ستريم بالببليك نتاعك وجوك باهي وتلعب تعيش لافونتور لي جو اللي حكيت عليهم قلت عندك برشا كيف ذا لاست اوف اس وغيره وغيره ف يو كان هاف فان يو كان ميك ماني في نفس الوقت قول انت بشغل نهار تاخذ شوي يقعد يتبع في واحد راجل كبير قاعد يلعب في علاش راجل كبير جيمنج انا بالنسبه لي انا ككونتنت كريتر ولا ستريمر ما فماش عمر معناتها بس انا بالنسبه لي انا الجيمنج اتس اول اباوت نحكي على الريتريت راه انا كمان ما عنديش باش نبطل هالموزيكا لما بالرسمي ما عادش النجم مازال الخير مازال الصحه ومازال الخطر لكن للحارس الحارس اي اثنين بشيء
اوكي. اولا بس ميرسي على الاستضافه واللي خممت فيا السنه. ادي افيك جرون جرون بليزير. فرحان برشا اللي كل مره ترجعني للطفوله وما نحبش نغزلها جوست كطفوله، خاطر الطفوله كي يقولها انسان في عمري ممكن خاطر انا نربطها بالطفوله، مي اونتر تو توا مع توصلنا الجينيراسيون اللي راهو لي جو فيديو ما عادش مربوطين معناها بعمر معين. يا حسره كي كانوا مربوطين بعمر معين ما تفشنوستو كيما قبل رينا عباد كبار يلعبوا في الدومينو ولا وياد راهو العزيز نتاع المستقبل باش راهو معناتها يلعبوا في دي جو فيديو. كان نخلطوا نكونوا منهم. انا باز حاول كل منه. انا مولاتي باش نخلي تهبط فيفا نقعدوا حيين. سينو انا عملت جو بالكدا. ثانك يو سو ماتش. ونحب نقول للعباد الكل بون اني وكل عام انتم حيين بخير وان شاء الله يعم السلم في العالم وان شاء الله الناس تريض ونلقاو الكل معناتها راحة البال، خاطر راهي الحكايه كوميم تعب ونترحم على الشهداء وعلي ماتوا على ارضهم الكل في فلسطين. وان شاء الله العام هذا يكون عام مرتاح ما فيش امراض وما فيش تليع جدد. ان شاء الله 2024 هو عشناهم الكل، عشنا ثوره، عشنا توفيق. سمحني باش نقص عليك. قريت اي بوني ولا انا نتخايل؟ لا لا صحيح. كيفاش ننسى الجو هذا اثر في ياسر؟ الفرخ هذا زاد كاسح ياسر ياسر. اي بصوتي سي وانا صغير زاد هبلنا الجو ياسر ياسر. خليتها بالذمه غير كو خاطر لعبت في البلاي ستيشن وعندي مع برشا من مانيفيك مانيفيك. راهو طورت ياسر تفجع توا حاجه اخرى. على البيس 5 حاجه طايره على الاخر. نفس الكونسيبت اما جرافيكس في نيفو اخر. برجولي باش نجربوها من بعد. هذيك جرافيكس نجربوها محاوله. وقتاش جديد؟ وقتاش اقرب حاجه جديد؟ باهي باش نهبطوا برشا موزيكا من غير كليبات. اولا باش نكونوا اسرع، اما راهي موزيكا بنينه ياسر، موزيكا من القلب، موزيكا مزيانه ياسر. حاولت نعبر بطريقه صريحه اكثر وبطريقه فيها ضعف وقوه، معناها باش علاش حكينا قبلك على لي سوبر هيرو وكل شيء. بون هو في باتمان ولا في سوبرمان وراو وجهه البيرسوناج كان اترافير الحب ولا اترافير الماضي نتاع باتمان مثلا. وفي جوكر زاد اللي تطور انه زاد كيف وراو بدينا نعلو في زوم على الحاجات البسيكولوجيك على السنتيمون نتاع العباد باش نفهموا اللي راهو فماش اوديت لغه الطيب والشرير. اللغه توا معناها راه كل انسان راهو فيه الشر وفيه الخير، فيه فازات خايبين فيه فازات باهين، وراه كل حاجه عندها سورس منين تتولد، معناها منين تركب لك باش تعمل الخير ومنين باش تعمل الشر. معناها انت ولا ريفيرونس اللي ريتهم واللي عشتهم وانت وكيفاش كبرت وانت وكيفاش عاملوك وكي ولي ريكومبونس بالضبط بالضبط. انت الريزلتا نتاع الرسم تاعكم. ولا في الموسيقى زاد نفس الحاجه، انا قاعد ما نحاول نغمق فيه الموضوع هذاك ونتقوى مرات على روحي باش اني نوصل نعبر من غير حشمه على كل حاجه وبالشجاعه. ولا ايفيكتيفمون بوي ارتستيك على الاخر، على الاخر هذيك اكثر حاجه انا عجبتني فيك، وانه عجبني برشا كليب فريكاسي. اي ماني فيك ولا ماني فيك معناتها بالرسمي لو مونتاج والكلام كنت تاخذ الكليب هذا اون ديري تخلق اون ديري كان موجود كلك بار وانت اكتشفته معناتها وفهمت. انا شيخ عليها برشا الموسيقى حاجه ماني فيك برازيل الفانس. اليوتيوب ولي ريزو سوسيو قلقتهم الحكايه، علاش خاطر صورت جربوع ميت قالوا لي معناتها اي اجريسيف برشا الحكايه. ما نعرفش انا كيفاش ابارامون فما كلاسمون معناتها نتاع حيوانات فهمني. انا هو اللي نسمى اي انا هو اللي جراف اكثر من الاخر فهمني. بار كونتر معناها يحاسبوني على جربوع ميت ويهلكوا لي الالغوريتم ويبلوكيوا لي معناتها البروباغاسيون مش باهيه معناها. حتى في تيك توك جربت بوستيتها في تيك توك نفس الحكايه. وتوا عاد قاعد نكتشف في تيك توك نعرف روتار نعرف روتار نمبر 1 انمي هو الالغوريتم لاي كونتنت كريت. سؤال وجيه ما عادش كان لازم تروح انمي ولا اليي في الحاجه هذيا، خاطر كي تعرفوا مليح يولي ما عادش انمي هذول. المشكله فيش يتبدل موش نفس العب كل مره يعطيك وجه تقعد كل مره تعمل هكا فانت 12 بيت سينس بيه يعطيك خير اون فوا ينجم العكس اذا ما يمشيش معاك فجاه يبدل حاجه يولي يمشي معاك. بارفوا تلقاها كيما الظلم ساعات تخدم خدمه شيخ عليها مش نورمال تستنى في ريكومبونس
حتى مينيموم مش لازم لو بوز والترند والتحب عليه كل لما ساعات يظلم. اسكو حاجه فينك تاثر فيك في النكست سونغ بار اكزامبل ولا تقول تأثر برشا أي إنسان يصنع كونتينيو تأثر برشا ومش تأثر أثرت ديجا ونرى في الامباكت متاحة أنه العباد مثلا الكونسنتراسيون متاحهم تهلكت ما عادش الهدف أنه يوصل كونتينيو معين أنه يشد الاتنشن متاحك الماكسيموم تجيب تسمع حاجة يقول لك مثلا مش نحكيك على فازي كذا وكذا مقبل كل شيء مش نحكي لك على كذا مش نعرفك برأي أي نحب نسأل أي الهوك ذيك تابعه ولا التكتيك في الالجوريثم باش تدو الماكسيموم بوسيبل. هي ممكن في الكونتنت كريشن بركه لو فيت انه ولات العباد ما عادش ناتوريل ما عادش يتصرفوا كيما هما لازم يولي عنده بروتوكول معين عنده هوك معين هاو تو كاتش شنو هاو تو شنو هاو تو شنو العباد هذوك فما عباد قابلتهم جمعوا الحكايه هذيك معناتها ماسترز يعرف ما عادش يقول كي يجي يحكي لازم يسكت خير ويخلي الواحد يعرف البوزيسيون والجستور الميميك والجستور والفازيت الكل ميتريزي وكل شيء لين يولي مخت عندي حق كنت تقال الكلمه ولا يولي ثقيل راهو العباد هذوكم بالنسبه للانسان يحب يقعد ناتوريل راهو كي تراه يعمل كيك تو تعمل كي اوكي ذيس از نوت ا تراستد بيرسون هذا يحب يبيع لي حكايه لا هذا يحبني يحب واتش تايم هذا ماهوش انسان ناتوريل فهمني تو كي تقعد مع انسان بسيط هكا معوج يبدا ويحكي لك بالغلط نتاعو ساعات يخش شويه بزيق شويه حي انسان هي مش يعمل لي هكا ويختار لك البوستور نتاع باش يظهر بدلو ما يسالش خويا اقعد لي معوج هكا ما يسالش اخويا كون ردوا بالكم هذوماك الفازيتك اللي علموهم لك وتتغرم بهم عامين ثلاثة أربع خمس سنين دوم يشدوا فيك تك يقول لك it's out that's dead it's not ما عادش تو it's not up to date ما عادش هذا اللغة تو ما تفهم اللغة جديدة دونك خذ منهم بيان سور حاجات بيان ايفيدامون اما ما تكثرش لين تولي هكا تولي متصنع لين تخسر روحك والكاركتير وبعد يقول لك natural is the new shit the new shit being natural is the new shit ولا يفاز في فيديو جيمز بسودو نايم تاك يقعد سيلم هف ولا عندك النظر بسودو نايم عندي النظر بسودو نايم مالي صغير ايشكم اي جي اي جي كا ام ايشكم عندها معنى ولا اي جي كي ام ها باش نحكي لك قصته هذه قصه اكسكلوزيف هذه اجوتيوه توا على اللي شوف ها باش نعطيكم قصته هذه حكايه اكسكلوزيف نايس اول مره شفنا على فاينل فانتزي 7 وقت على ثلاثة سيديات ولا اربع سيديات حسب ما نتذكر على البلاي ستيشن اوكي نحب نلعب انا ما نحبش ناكل بلا بلا زيد من اللون نحب نفهم الجو كيفاش فرحان ياسر نحب نلعب اكسيتيد حتى نلعب يقول لي سمي البيرسوناج نتاعك اكثر اقرب حاجه في الكلافيي قراب و اي في الكلافيي اقرب حاجه تلقى اي جي كي ام في الكلافيي الفرنسي اللي وقتها كيوري ولا ما نعرفش الكلافيي اللي مدهولي وقتها ما يحلك من الكلافيي باش تسمي البيرسوناج نتاعك بالسوري اللي ماهوش بعاد على بعضهم يمين 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 اكس يمين اكس يمين اكس يمين تسمى ايشكم ومن بعد سعيد دخلت في اللعبه وغمقت معاهم وتعرف انك تسجل في الكارت ميموار وما عادش تبدا من الاول قربله ويجيو كميات جدد وفك عليه وصلت بعيد وهو مش يطيح بلطيفه باش يضربوا في بعضهم وباش يعيشوا حكايات باش يعيشوا حكايات وسيفيروس وجواو سعيد ربيت عليه الكبده ايشكم هذاك راه فيه تكتب لي ايشكم انا انا فهمني قبل بريود ما فهمش برشا معناتها كي تسمي روحك كي اي راهي حاجه مش نورمال خاطر تو في ساعه تبدل قبل قيمته كي اي بيرسونيل حاجه بيرسونيل عيطوا لي ايشكم دوكا كهو دخلت ايشكم وكملت معاه براتيك وما ننساهاش وجاوبيه ان شاء الله نراوك نهار حال شان تويتش ايشكم جيمنج ايشكم جيمنج ايشكم جيمنج ليه بعد نبيع بالاسم عاد وقت نبيع بالمهف خير نبيع بالمهف كي يجي نلقاو ايشكم كوميسيار ميرسي بوكو ميرسي بوكو عاشك بسام ثانك يو سو ماتش ميرسي هاكا انا جامي 203 شنو انا مرتين شوي ردوا بالك اضربها في المونتاج هذه خلدوها هذه ردوا بالك هذه ما لقايش في المونتاج نحاسب وراه لا جامي البحث المهف مرتين شنو عاود لا لا الفورميلا صحيح ربحت ماتش ثاني مش ربحت سي المهف مرتين هذه لغه لا لا لغه مرتين ربحت ماتش لولاني لغه فرنسا 24 لا 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 لغه بيم بيم سي المهف ربح دراكوار مرتين ليه تدير الفيديو اش قول
نتقبح توا انا بيستر العام الجاي والله بعد مني لابسين ميرسي بوكو يعطيك الف صحه ان شاء الله سي يو فيري فيري سون في جديد نتاعك ان شاء الله نقابلو في طرح فيفا اخر اللي انا متاكد باش نضحك ولا حطوا لي في الكومنتير شنو رايكم شباب حطوا شكون لعب خير دراكو ولا سينما هاف ما تنسوش بارتاجي الفيديو هذه مع اصحابكم and see you guys in the next video كل نهار سبت ان شاء الله the gaming show by دراكو على موزاييك FM الوان فيان تحياتي باي باي